السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله الشيخ ناصر. أنت إمام المسجد هنا؟ أيوة، هنا في المسجد يوجد إمامين. إمامين ما شاء الله. أنت أحد الأئمة هنا. نعم. خريج الجامعة الإسلامية. صحيح. ما شاء الله. حياكم الله. أسأل الله يبارك يا رب. آمين يا رب. لابد تشتغلوا في الدعوة، دعوة الفتنة أمين، خاصة يعني هنا في العاصمة يا رجل. أيوة، هو شاهد. كيف شاهد؟ شاهد على ماذا؟ على الدعوة. على الدعوة؟ نعم. الله أولي. شهريا دخول في الإسلام. ما شاء شهريا؟ نعم. شهريا. كم يدخل؟ 2 أو 1 أو 3. قليل. أيوة. هذا لازم تجتهدوا أكثر إن شاء الله. طيب، الله يسر، الله يعين. حتى هنا لابد يكون نشاط في المسجد للمسلمين، لأن المهم عندنا بعد الإسلام، المهم عندنا ما يكون بعد الإسلام. طيب، الله يوفقنا وياك. جزاك الله خير شكرا.